مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى فقرة ضيف الغرفة. مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على الإنسان، خاصة وإن قضى فيها أوقات طويلة، مما قد ينعكس على صحته سلبا، لهذا ينصح مختصون بضرورة الاهتمام بنظامنا الغذائي خلال فترة الصيف حتى نحافظ على سلامة أجسادنا، مع الابتعاد عن أغذية قد يكون لها ضررا لنا. مشاهدينا، للتعرف على الأغذية الواجب تناولها خلال هذه الفترة، فترة الصيف، أسعد باستضافة الأخصائية أو أخصائية التغذية ماسيليا زواغي. أهلا بك معنا. صباح الخير إلهام، شكرا على تلبية الدعوة بداية. يعيشك ماسيليا. في البداية خلينا ممكن نتكلم على تغيرات الجوية. نشهد في الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، مما يستوجب علينا تغيير نظامنا الغذائي. كيف يؤثر هذا الارتفاع على أجسادنا؟ كما يتأثر على الأجساد من برا، أننا بدلنا الحوايج، مثلا ولينا نلبسوا حوايج خفاف باغابوغ الشتاء، كما يأثر ثاني من داخل. لازم نعرفوا بلي كي يطلعوا درجات الحرارة، ما من الجسم الداخل طلع درجة الحرارة تاعو، ولو أنه عندنا نظام باش نعدلوا درجة الحرارة من برا، بصح كي ندخلوا الأغذية نتاعنا لازم يكون هذا الشيء ملائم. كي تطلع درجة الحرارة، الجسم نتاعنا يولي يستهلك طاقة أكثر باش يفكك الأغذية نتاعو. دونك حنا لازم كي نخيروا الأغذية نتاعنا، ما نخيروش أغذية اللي تكون مركبة بزاف، معناتها طايبة بزاف. من مرات أنا نشوفوا كاين دي غوسيت اللي يكونوا مثلا طايبين في القليان ومن بعد يزيدوا يطيبوا في الفوغ، ويكون مينونج الخليط تاعهم من كامل الانواع، نلقاو حيواني نباتي، في النباتي نلقاو كامل الانواع. كي تتخلط هاد الاغذيه مع بعضها، الجسم تاعنا يولي يستهلك طاقه اكثر، ومن هو يولي يطلع درجه الحراره. ومن المعروف انه درجه الحراره كي تكون طالعه راح تاثر سلبا على كثير من الانزيمات والهرمونات في جسم الانسان. البعض يهملون ممكن هذه النقطة، نقطة تغيير النظام الغذائي. يعني هذا الشيء يخليهم يطرحوا تساؤل، هل يجب أن أغير نظامي الغذائي تدريجيا، أم أني مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أتبع نظام غذائي ملائم؟ طبعا نغيروا تدريجيا، ما كاش تغيير هكذا بروسك، جامي نديروا تغيير اللي يكون كما نقولوا ديريكت بروسك هكا. لازم ديما نديروا تغيير تدريجي. حتى في لي تمبيراتور في الهام، ما شفناش تمبيراتور درجه الحراره تم طلعت، شفناها تطلع بشويه حتى وين طلعت. وحتى ربي سبحانه عطانا في الاغذيه نتاعنا اغذيه تاع الشتاء، اغذيه تاع الربيع، واغذيه تاع الصيف. سمحت في لي فخوي الفواكه ولي ليغوم تاعنا الخضر، عطانا كل فصل فواكه والخضر تاعو. هذا الشيء هو اللي يعني اننا رانا نروحوا تدريجيا. دونك نروحوا مثلا من الاغذيه كما كنا نشوفوا في الشتاء، كنا نطيبوا سوب، كنا نطيبوا لوبيا، العدس، هاد سوالح. ومن بعد رحنا فيغ باغ اكزومبل رمضان، كنا نطيبوا بلوس طواجن وهاد سوالح. بصح دوكا كي جا فصل الصيف راح نتحطوا على الاغذيه تاع فصل الصيف وحدها. دونك ديجا رانا رحنا تدريجيا، ما رحناش ديريكتومون. نعم، ممكن خلينا نروحوا نقطه بنقطه في هذا الموضوع. يعني في نقطه التغذيه، ما هي ممكن الغذاء الذي يجب علينا تناوله بدايه؟ الغذاء الذي يجب علينا تناوله هو الغذاء اللي يكون يوالم طبيعه الجسم نتاعنا من داخل. حنا عندنا اخطاء بزاف شائعه انه في فصل الصيف نولوا ناكلوا الماكله اللي ماشي طايبه، نقولوا ناكلوا دي سالاد، عفايس طايبين خفاف خفاف، الوغ كو هذا خطا. نورمالمون في الصيف اللي ناكلوا العفايس اللي يكونوا طايبين مليح، جدي مليح ماشي بزاف، يعني طايبين فوق وقت الطياب تاعهم. وعلاش؟ لانه في فصل الصيف ترتفع درجه الحراره لبرا. كي ترتفع درجه الحراره، هذا الشيء راح يفافوريز لو ديفلوبمون نتاع لي ميكروب، معناتها الميكروبات، البكتيريا، لي فيروس، وكامل يحبوا درجه الحراره الكبيره. دونك راح يولوا يتكاثروا على الاغذيه اكثر من في فصل الربيع ولا اكثر من في فصل الصيف. دونك في فصل الشتاء باردون. دونك واش نديرو؟ درجه الحراره هي اللي راح تقتلهم، ولا هي اللي راح تثبتهم حتى وين نغسلوهم ويروحوا ايتترا. دونك حنا في فصل الصيف نورمالمون ناكلو طايب ماشي ني. وفي فصل الصيف ما لازمش ايضا ناكلو حوايج بزاف باردين. حنا نشوفو في فصل الصيف الناس كامل تولي دير الماء تاعها في الفريجيدار ولا ما في كونجيلاتور، وكاين ما مليولو يشرب بزاف لي غلاس على برا. ميم كيما كنتي تقولي لي دوك في الكواليس يدخلوا ديريكتومون يروحوا يشربوا ديريكتومون كازوزه بارده ولا كاش حاجه، الوغ كو نو. هذاك الماء البارد ولا الاكولات اللي تكون بزاف بارده عندها زوج تاثيرات في جسم الانسان. التاثير الاول هو انه لي ليكيد سورتو المياه ولي جو الغازوز وكلش
كي يكونوا بزاف باردين راحين ياثروا على الاوعيه الدمويه تاعنا، ليفان تاعنا يفون سو كونتر الفون سو كونتراكتي، دونك راحين ينقبضوا. كي ينقبضوا الاوعيه الدمويه تاعنا هذا راح ياثر على حركه الدم تاعنا في الجسم، دونك يقدر حتى ياثر على لا طونسيون اللي هو ارتفاع ضغط الدم تاعنا. والنقطه الثانيه هي في عمليه الهضم، كي يفوتوا هذوك لي ليكيد بزاف باردين على ليستوما، ليستوما ما تقدرش تبعث له ليكيد بارد، ما تقدرش تبعث السائل هذاك بارد، دونك لازم تعاود تسخنه. وهذيك عمليه التسخين لوي دوموند اون انرجي بزاف كبيره، سما تتطلب طاقه بزاف كبيره. نعطيو مثال، وكان انا مثلا دوك ناخذ قال زعما شليطه وكسره اللي هي جينيرالمون الاكله تاع الصيف، اكله تاع الصيف، اني ناكل شليطه مع الكسره بالك درنا ديزيسكالو ولا كش حاجه اكوتي، كي نكون ناكل فيها ونشرب معها حاجه بزاف بارده ما بزاف بارد، الجسم نتاعي اول يوم ما يركز مع هذيك الاكله باش يفككها، يروح يركز مع هذاك الماء البارد باش يجوزو. يتسمى لنا الفلفل، الطماطم، الكسره، اللبن ولا اي حاجه كليتها معاها ما رانيش نفككها كوريكتومون، يتسمى راح يجيولي بالك مشاكل تاع لي غاز ولا مشاكل تاع لي دياري ولا لي كونستيباسيون هكوتي. دونك هذه الطرق اللي نروحوا بها. ثاني عندنا حاجه بزاف مهمه هي كي نقضيو الماكله تاعنا في الشتاء، اون بوفي سو بيرميتر قال زعما نقضي صباح نقعد ندور ندير كامل لي كورس تاعي نقضي وبعد ندخل للدار. في الصيف اون بو با سو بيرميتر باش نديرو هذا الشيء، باسكو درجه الحراره راح تاثر يلو كان على لي فروي لي ليغوم تاعي، يقدروا يخسروا تقدر القيمه الغذائيه تاعهم تروح. نعم، حتى خلينا نقولوا انه كاين فئه معينه من الناس انه تلجا الى شراء فواكه او خضار متواجده لساعات طويله تحت اشعه الشمس، ومما سيكون لها تاثير سلبي على اجسادنا. بيان سور، ماشي بوغ ريان اللي ربي دار لنا نقطه معينه نقطفوا فيها هذيك الفاكهه، باسكو كان حب ربي سبحانه تقعد لنا هذيك الفاكهه في الشمس وكان خليناها في لارب في الشجره ومن بعد نحيناها، بصح حنا الفالي نحيوها جوستومون الفواكه والخضر اللي يقعدوا بزاف في اشعه الشمس، يوليو يتعاملوا مع اشعه الشمس كوم سي سيتي مازالهم في لو شون، مازالهم في الحقل، دونك واش يقعدوا يديروا؟ يقعدوا يكبروا في العمر، يقعدوا يكبروا في العاج، وكل ما يكبروا في العاج كل كيما الانسان كل ما يكبروا في العمر كل ما يشيخوا، وكي يشيخوا ما توليش منهم فايده، حتى انه يقدر تجي تكاثر تاع البكتيريا فيهم، دونك انا ما نشريش هذيك الخضر والفواكه اللي يكونوا على الشمس، صح ما تكونش في الفريجيدار لانه الخضار ما يقدرش يديرها في الفريجيدار، وما حنا ما لازمش نديروا الفواكه تاعنا في الريفريجيراتور اللي هي الثلاجه. ما لازمش نديروهم باش تبقى لا طومبيراتور تاعهم امبيونت وما يطيبوش ما يكبروش بالخف، دونك جو بريفير نشري اللي يكونوا مغطيين على اشعه الشمس. نعم، ممكن من بين العادات السلبيه اللي دائما تتكرر مع كل موسم الصيف او كل عطله هي البعض انه يتوجه الى اكل الوجبات السريعه ويهمل الخضر والفواكه. الوجبات السريعه الهم نقدر نقول ان القيمه الغذائيه تاعها بزاف ناقصه، وجو بريفير جو بريفير يعني ما ننصح حتى واحد ياكل الوجبات السريعه هذه كل يوم، بصح جو بريفير الواحد ياكلها في الشتاء ماشي في الصيف. حنا في الصيف لانه كما قلت الناس يكونوا في عطله ما يحبوش يطيبوا كلش، بصح دوك الحمد لله حتى في الوجبات السريعه عادوا كاينين مطاعم اللي يطيبوا ماكله اللي ماكله صحيه وتكونوا فيها بزاف خضر والفواكه. الوجبات الصحيه انا واش نعرف انه متكونه من دي زانغريديون ليميتي، شغل صوالح اللي يكونوا فيها سي لا ميم شوز كي سو ريبيت. نلقاو دجاج ولا لحم اللي لي كونديسيون تاعو اللي يكونوا مخبينهم فيهم الله اعلم، لي فخيت اللي تكون معمره بالزيت، وجينيرالمون يكونوا معاهم بزاف لي صوص، وهذوك لي صوص حاجه بزاف دهنيه. وحنايا في الصيف ما نسحقوش الدهون، حنا الدهون نسحقو ماشي ما نسحقوش الدهون، ما نسحقوها بقله لانه حنا نسحقوها بوكو بلوس في الشتاء باش نسخنوا الجسم تاعنا، بصح في الصيف ما نسحقوش بزاف الدهون. دونك من المستحسن اننا نروحوا بوكو بلوس فيغ لي ليغوم اي لي فروي الخضر والفواكه، لانه تما راحين نجيبوا الفيتامينات والمعادن اللي راحين دونا هذيك الطاقه. كما كنا قلنا في الاول الجسم تاعنا يسحق طاقه اكثر في الصيف كيف الشتاء باش يفكك الاغذيه تاعو. نعم، ممكن نقطه ذكرناها منذ قليل هي ترطيب الجسم، ضروره شرب المياه هي نقطه يتفق عليها كل المختصون، ولا طالما يعني سمعناهم يتكلموا عليها على ضروره شرب المياه بكميات مناسبه. ما هي يعني كميه المياه المناسبه لجسم الانسان يوميا وفي فصل الصيف خصوصا؟ الكمية المناسبة عند أن أدولت عند إنسان بالغ هي ما بين 2 لترات ل 3 لترات تاع الماء في فصل الصيف. كي نقول 2 لترات حتى 3 لترات سي الماء وحده، الماء اللي نعرفوه القرعة تاع الماء، باسكو رانا نجيبوا الماء الآخر من فواكه من خضر كيما باغ إكزومبل كان ناكل فقوس ولا دلاع راني نجيب منه الماء. بصح أنا نقول نقطة أخرى، أنت قلتي الماء اللي نشربوه، أنا نقول لك الماء اللي نشربوه والماء اللي ناكلوه، باسكو بو مونجي دو لو تاني. كي ناكلو كيما كنا نقولوا فقوس دلاع خوخ كيكون هكا شويه مايه بيان ايتترا، هادو كامل يقدروا يجيبوا لنا كميه معتبره من المياه. هنايا نلقى واحد المشكل انه كاين ناس الهم يقول لك راني حاب نشرب هذه الكميه من الماء بصح ما قدرتش،
كاين الناس اللي ما يتقبلش انه يشرب زوج ليترات ولا ثلاثه تاع الماء في النهار. انا نقول لهم شوفوا ديزاستوس، شوفوا هكذا صوالح اللي هما يعاونوكم. مثلا كاين واحد يحب الكو تاع النعناع ولا يحب الكو تاع لو سيترون القارص، نقول له احكم لوح في الماء تاعك مع نعناع ولا قارص ولا هذاك الكو هو اللي راح يجبدك يخليك تشرب الماء. اي سورتو با نروحو فيغ لو سوكري، باسكو كاين اللي يقول لك ما قدرتش نشرب الماء نروح نشرب جو ولا غازوز. هذاك جو ولا الغازوز فيه كميات بزاف كبيره من السكر، والسكر هو بعدا ويسحق الماء باش يفوت هذاك السكر. دونك هذاك الماء تقدر تقول اي سي كومبونسي بالسكر، ما استفدناش منه، يسمى شغل ما شربنا والو، كي شربنا سكر زائد ماء هذاك الماء راح للسكر، ما استفدتش منه انايا بالجسم تاعي. دونك لازم ناكد على كميه المياه وحدها، ماشي نقول راني شربت جو ولا كليت هذيك ولا الكميه تاع المياه وحدها هي اللي تكون ما بين زوج حتى 3 لترات، وبلا هذوك الاغذيه يسمى الفواكه اللي يكون فيهم الماء. وثاني ما لازمش تغاضوا على نقطه، هي انه كاين بزاف ماكله اللي ما تخليناش نشدوا، ولا مشروبات نقولوا اللي ما تخليناش نشدوا الماء في الجسم تاعنا، كيما القهوه ولا تاي. احنا نشوفوا في فصل الصيف القعدات كامل بالقهوه ولا تاي رايحين، بلا كاين ناس يشربوا القهوه ولا لاتاي 5-6 خطرات في النهار. احنا منظمه الصحه العالميه لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي تقول لنا على طول العام اون ادغوا 3 طاس دو كافي بار جور اي 3 طاس دو تي بار جور، ثلاثه فناجل تاع قهوه في النهار وثلاث طاس تاع لاتاي هذاك معروف في النهار. علاش؟ باسكو كان نزيدوا عليه القهوه ولا تاي يجبدوا الماء، نقولوا لهم دي زاليمون ولا دي بواسون دي اوريتيك، يخليونا حاشاك نتبولوا بزاف، دونك يخليونا نخرجوا الماء بزاف. دونك هادو لازم نتفاداوهم بزاف في فصل الصيف، ماشي نتفاداوهم، مي نقللو منهم ولا نحترموا الكميه المعينه بمنظمه الصحه العالميه. نعم، ممكن تذكرتي نقطه حاليا هي انه في بعض الاشخاص يقولوا انه ما نقدرش نشرب ما لازم نشرب شيء يكون فيه نوع من السكريات. نشاهد يعني منذ سنوات قليله يعني ما يسمى بديتوكس ووتر، يعني هل فعلا عنده يعني نتائج إيجابية على الجسم؟ عنده نتائج إيجابية من الجسم في حالة ما هذاك الديتوكس نكونوا نحترموا القواعد تاعو، بس كنا نشوفهم ناس يخملوا هذوك المياه تاعهم بوندون اون سيمان ولا، وهو هكذاك لي فريز ولا الحوايج اللي يديروهم ينفوزيو. النقطه الاولى في هاد لي ديتوكس ووتر سي كو ما نخليوهمش فوق 24 ساعه مخلطين بهذوك لي فروي ولا من داك دي ليغوم يديروا فيهم الخيار ولا، ما نخليوهمش فوق 24 ساعه باسكو سينو راح يفسدوا هذوك لي ليغوم، راح يوليو يطلقوا مواد سامه. عندها نتائج ايجابيه في حاله ما اذا الانسان يحب هذيك الحاجه اللي راهي تما، مثلا الفخاز ولا النعناع ولا من داك اللي يديروا معدنوس وهاد الصوالح، هاد الشيء راح يخليه يجذبه باش يشرب اكثر الماء. دونك هذه نقطه ايجابيه. والحاجه الثالثه اننا هذوك المياه ما لازمش نبردوهم بزاف، باسكو كاين ناس يقول لك قد ما يكون بارد ولا يديروا فيهم لي غلاسون ولا قد ما ايلي بلو ديتوكس ديتوكسيفيون بلوتو. دونك نو، قد ما يكون لا تمبيراتور تاعو امبيونت ماشي سخونه بزاف ماشي بارده بزاف، قد ما يقدروا يعاونونا. وشفنا بزاف نتائج ايجابيه في هذه المياه، انها كانت تقدر على تصفيه الرئتين ايتترا، دونك شفنا نتائج ايجابيه. ممكن تكلمنا على الاغذيه المناسبه للجسم والاغذيه التي يجب الابتعاد عنها. خلينا نتكلم على نقطه معينه اخرى، هي طريقه طهي هذه الاغذيه. ما هي افضل ممكن طريقه لطهي الغذاء خلال فصل الصيف؟ افضل طريقه للطهي خلال فصل الصيف وعلى طول العام يعني، وخاصه فصل الصيف، هي لاكوكوت. كان بزاف ناس يديروا في بالهم بلي لاكوكوت الطياب تاعها ماشي مليح، لكن هي طياب تاعها بزاف مليح، لانه احنا الهام الهدف من طهي الماكله تاعنا كساسوا اللحم ولا خضر ولا كاين ماملي طهي والفاكهه، الخضر تاعنا خاصه واللحم نهضروا عليهم، هي انه نطيب هذاك الغذاء، بصح ما يكونش اون كونتاكت بزاف مع الحراره، ما يكونش شاف بزاف الحراره، لانه تقدر تروح له القيمه الغذائيه تاعو. والطريقه الوحيده اللي تخلينا نطهيو هذاك الغذاء بسرعه بصح ما يكونش اون كونتاكت بزاف مع الحراره والحراره تكون قليله هي لاكوكوت. علاش؟ باسكو لاكوكوت فيها دو بارامتر اللي طيبو. عندنا البارامتر الاول هو الحراره اللي تقدر تكون تري دوس تقدر تكون خفيفه، والبارامتر الثاني هو لا بريسيون ولا الضغط، تم يطيب الحاجه. وتاني الايجاب اللي فيها، النقطه الايجابيه اللي فيها، هي انه الحوايج اللي نطيبوه في لاكوكوت كامل يكون معاهم الماء. اي هذه لا كويسون ا لو دوس لو ام اس قالت لنا من 2019 وروح قالت لنا بليك سي لا ميور ميثود دو كويسون او موند، باسكو كي تكون كاينه الماء مع هذوك الخضر ومع هذوك اللحوم كيخرجوا الفيتامينات والمعادن من هذوك اللحوم من هذاك الماء تحت تاثير الحراره، كاين الماء اللي راح يعاود اي لي ريكوبير راح يعاود يجيبهم. دونك حنا كي نعاودوا ناكلوا هذيك لاصوص راح نعاودوا نستفادوا من هذيك الفيتامينات. كاين طرق واحد اخرين اللي حنا نديروهم بزاف في الصيف لكنها بزاف خاطئه، كما مثلا نديرو المشاوي بزاف في الصيف،
والمشاوي هذوك ناكدوا على انهم يتحرقوا باش نقولوا بلي كرام بنان وكلش الوغ كو سيفو. هذيك سورتو الا كان كي شوينا الحاجه جات هذيك لا كروت نوار هذيك الطبقه السوداء هذيك اللي تجي من الفوق هذيك الطبقه السوداء واسمها لي برودوي نيو فورمي لور دو لا كويسون. هذاك لو برودوي اللي اسمه لاكريلاميد الا ديجا في دي كاتاستروف الا كان شفا وكان كاين لي بور لي بيبي بور لي زونفو اللي عندها 6 سنين ولا 7 الا في دي غافاج حتى وين خرجوه من لافونت وكلش سيتي لو ميم كومبوزي. كان هذاك لاكريلاميد هو اللي دار هاد المشاكل كاين ميم دي بيبي اللي ماتوا. دونك هذيك الطبقه السوداء يفو جامي لا بروند. والمشاوي وقتهم ماشي في الصيف المشاوي وقتهم في الربيع بالك في الشتاء ماشي في الصيف. ممكن بالنسبه لفئه الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه هل يجب عليهم اتباع نفس النظام الغذائي للشخص العادي ام عندهم نظام غذائي خاص بهم يجب عليهم اتباعه؟ هما لازم الكومبين ما بين النظام الغذائي الخاص بهم والنظام الغذائي تاع الصيف لانه هما اللي لازم يتبعوا اكثر هاد النصائح هادو تاع الصيف باسكو راه عندهم اون مالادي بصح لازم باسكو هاد الامراض هادي ما كانش مرض ولا زوج. عندنا لي زيبرتونجو عندنا لي جون اللي عندهم ديابيت وكلش كل واحد ونظام الغذائي نتاعو بصح لازم الجمل انت لي جون لي دو. ممكن في الختام للمشاهدين اللي التحقوا بنا اللحظه ولو بالامكان نلخص لهم في نقطه او نقطتين اهم النصائح التي يجب عليهم اتباعها من الناحيه الغذائيه في فصل الصيف. في فصل الصيف اهم النصائح اللي نمدوها هي انه كي تقضيو ما تقعدوش دورو بالقضيه نتاعكم طول لا جورني ديوه للدار لانه رايحه تجيكم لا كونتاميناسيون باكتيريان فيه. كي توصلوا للدار ماشي لازم تاكلوا حاجه نيه ولا حاجه ماشي طيبه او كونطرير طيبوها باش تقتلوا كامل هذيك البكتيريا واغسلوا تري تري بيان لي ليغوم تاعكم اللحم الدجاج هذو كامل اغسلوهم تري تري بيان بالخل والملح سورتو الملح لانه الخل حيثبت برك كاين بزاف ناس يغسلوا غير بالخل. الخل سان فيكساتور يثبت سي الملح هو اللي يعاون باش يقتل هذيك البكتيريا. ونصيحه الاخيره ما تشربوش وما تاكلوش بزاف صوالح باردين كلوا ولا مام المشروبات تاعكم تكون لا تمبيراتور تاعهم امبيونت. اخصائيه التغذيه ماسيليا زواغي سعيده جدا بحضورك معنا اليوم. ربي يعيشك الهام. مشاهدينا الى هنا اصل واياكم الى ختام فقره ضيف الغرفه من غرفه اخبار قناه البلاد. بقيت فقراتنا متواصله لكن بعد هذا الفاصل.